جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أعرف من سور القرآن إلا 11 سورة، ولقد قام أهل بيتي المتعلمون بتعليمي بعض سور القرآن والسنن وأقوال تقال في الصلاة وغيرها، ولكنني أنساها، ليس عمدا بل نسيان طبيعي يلازمني. ماذا أفعل؟ وهل يلحقني إثم؟ أفتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا شيء طيب أن هؤلاء يعلمونك القرآن والأدعية والأذكار وشيئا من الأحاديث النبوية، هذا عمل طيب. وليت طلبة العلم يقومون بهذا مع أهليهم ومع أولادهم ومع إخوانهم المسلمين. وأما قضية النسيان تعالج بكثرة تكرار سور القرآن والإكثار من تلاوتها وتكرارها وتردادها، لأن القرآن لا شك أنه يحتاج إلى عناية، وهو يتفلت من صاحبه كالإبل المعقلة إن تعاهدها وإلا فإنها تتفلت. فعليك بكثرة قراءة السور التي تحفظينها وقراءة واستعادة الأحاديث التي تحفظينها والأذكار. الأذكار لا شك أنك تحتاجين إليها يوميا، فتأتين بها وبهذا تثبت العلم. إنما يثبت بالعمل، العلم إنما يثبت بالعمل.